السلام عليكم. عاد اثر الكلمه اللي لقيتها اللي قالوا نشوه في سمعة تونس والقانون اللي عملوه، عاد في نظر التوانسه اليوم في الفيسبوك جماعه الجمهوريه الثانيه الكل حطينا دوز اكتواليتي، واحده تخص ارزاق سي صخر الماطري والاخرى نتاع سي بلحسن طرابلسي، وهم راهو هذو زوز من 100. وكي تاخذ بن علي عنده 11 اخوه وهي 11 اخوه معنا في الكوب دي مون، اما هو يلعبوا على سرقه تونس ذراعك يا علاف، معناتها هذوما زوز كان تاخذ الانساب وغير الانساب من قرابه 100 واحد قاعدين اللي ينهبوا في النهب الصحيح لتونس. عاد اش تقرا في ليزاكتواليتي هكا ديتاي لو بيتان تاعو، اش هز سي صخر الماطري وش هز سي بلحسن، مثلا سي بلحسن طرابلسي عنده حكاية الطيارات، خدا كارتاغو ايرلاينز فيها الفلوت نتاعها كم دقة 7 بوينغ، وزاد نوفيلير فيها قرابة 14 طيارة ايربيوس، و 14 طيارة ايربيوس 320 و 200، وزاد وحيد أخرى في مصر ما راها حد اسمها كورال، متخصصة في الجبان في ليفول شارتير ما بين مصر وأوروبا، فيها 5 ايربيوس، وزادوا حطوا يدو حط يدو على الكاترينج اللي ورا المطار فين يحضروا الماكله وكل السيرفيس نتاع تحضير الماكله للطيارات مع الباركينجات كملوا غموا عليه. وزيد هذه كارتاغو ايديسيون، هاكا ليستا تنجموا تشوفوها في ليستا، وفيها لي سيت نتاعهم. قالوا تعرفش تسرق يا بابا؟ قالوا نعم. تعرفش تخبي؟ قالوا لا. هذوما يسرقوا ويظهروا باللي سيت نتاعهم. اما عاد وكل ما سي هذا بالحسن طرابلسي انت لازم دي زيكسبير كونتابل، وانا قلت نهار اخر في الجمهوريه الثانيه من اول القرارات اذا كان يرشحني الشعب التونسي، وانا اقامه وكاله الجمهوريه لحصر ارزاق السراق هذوما وفكر شيء 100% راه شيء يوجع القلب. حتى من جماعتي يتكلموا فيه يقولوا لي بالله ريض نفسك كي تحكي على الحكايه هذه. اما الاخر عاد جديد هذا سي صخر الماطري غار زاد حتى هو من الطيارات، عمل شركة في لبنان فيها 11 طيارة هوك بور في اي بي، سماها فرانسيس افياشن ولا شنو، فرانسيس هي اسم الجروب فرانسيس، الحجامة نتاع تونس سماتها لبنتها فرانسيس، اسمها فرانسيس، عاد عمل وخذت لها الرجل هذا وعملوا فرانسيس جروب شي يوجع القلب. ومعناتها كراهب ما خلاو شركات الكراهب كل يوم توا كان نجيو نشوفو دار النقل فولكس فاجن وخدا كيا هذا يا سي بلحسن، وهاو توا كمل بلع النهارين هذوما ستافيم دار بوجوز هذا كمل بلعها، خرج جماعة البيات منها وكمل خداها. إذا كان على البنوك غطى على البنك التجاري الكابيتال نتاعو 128 مليار، عمل بنك الزيتونة جديدة 30 مليار، حط يدو على الليزينغ أتيا ليزينغ كابيتال 40 مليار، معناتها 100 مليارات كي تقول كابيتال معناتها شيفر دافير نضربه بالعشرة، ما خلاو حتى شيء لا وثلة لا شيء يوجع القلب كي نقرا الشيء هذايا. حتى من ليزاسيرونس تاع الطيارات سي بلحسن طرابلسي شو الوقاحة نتاع السراق هذو، وصلوا عملوا مكتب نتاع بيلوتاج في ضواحي تونس الشمالية هاكا يقريو فيها على أنهم لي بيلوت ويعملوا لهم ما تعرف لي بيلوت يلزمهم دي سيمولاتور دو فول يترناو الكل هكا، عندهم كارتاغو وعندهم نوبلير، وتكمل شركة تونيسير تبعث لي بيلوت نتاعنا عندهم هما وتخلص فلوس الشعب. تو ما عادش فلوس ولات جمهورية علي بابا هذي، وأنا برشا عباد يلوموا عليه يقولوا لي كي تتكلم على البرنامج قلت البوليسية كل واحد 40,000 دينار وتزيد 50% من الشهري، هذه كلها دمغجة يتهموا فيا بالدمغجة. لا تونس بلاد غنية ياسر، لا تونيزي ان بيي ان بيي ريش افيك دي تونيزيان بوفر، نحكوا فينا بافريقيا ديما ورينا كل بلدان الافارقة، انا ماشيين في ثنية الكونغو ماشيين في ثنية هذيك، ولذا هكا 10 اوراق هذوما في اسطرة راهو مش سي با بيان ديتايي. انا واحد من الناس نتصدم قولوا لي انت برا من تونس لا ماكش عايش في الواقع التونسي، هاي فلوس يا أسرة. كل شركة شركات فلاحية شركات بروموسيون إيموبيليير شركات لاسيورونس ريزيرفاسيون عملوا دي تور أوبيراتور
الراديوات دخلوا فيهم هذه شيء 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 والله شيء يوجع القلب. وما نعرفش نحن يعني يندرى هذا كله خوف والا كثرنا لها نظن. معناتها كان مثل نفسنا احنا التوانسه بعائله راقدين في الدار وعندنا سارق في الدار، كل واحد حاطط راسه تحت الغطاء ويقول لك اختار راسي واغرق. مره اليوم ولا غدر باش يدخل لك السارق باش يعري لك راسك. وشعب تونسي جاع وما يغرونيش المظاهر العباد تحكي لي لا تونس بخير وشوف الكرهب وشوف الناس العايشه. هذوك السراق ولد السراق عندي الناس اليوم. انا نقول لكم يمشيوا للمارشيات في اخر الوقت تشوفوا في العباد كيفاش تلم في الماكله. هاني انا البر اللي تقولوا برا من تونس، نعرف تونس خير منكم. وان شاء الله الشعب يفيق، ماذا بيا النقابيين يفيقوا ما عاد يكون حتى اضراب في تونس اليوم الا الغرض واحد، استرجاع اموال الشعب. مش تحسين الشهر تعدى الشيء هذا. ان شاء الله زاد وقت دخول الجامعات الناس اللي ماخذ الباك هذا اللي هرب هرب خذا بيزا هذاك منع واللي قعد شنو هو مصيره. حتيت البارح احنا الجود احنا الكرم هنا ونظن كثرنا لها من الجود والكرم التونسي، كثرنا لها من اللي مطبسين عينينا وعايشين بالذل وناس تسرق. وليت حتى في العقليه نتاع التوانسه يقول لي والله فلان باهي سخر المطر عمل مليح، سمعت به عمل مليح مع امراه عجاله ولا امراه ولاد ايتام. معناتها وصلت البساطه العقليه. وان نتمناو ونستوسموا في الخير من السارق باش يحن على الزوالي. هذه هي مستوى الثقافي ومستوى التعليم المنحط اللي ضيق من افكار التوانسه وما نجحهم الكل وكان الناس كل زهرت، لكن فقرنا في جيوبنا وفقرنا في عقولنا. إن شاء الله أملي كبير وأنه الشعب يرجع إلى أصالته ويفيق ويفتك مصيره بيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.